هذيك المساله هي تربويه اكثر ما هي اسميتو، لانه شوف الانسان كيفاش تقبل هذا رمضان. يعني القابليه ديال رمضان تختلف من شخص الى شخص، كاين اللي غيقبلوا بالترحاب، كاين اللي ما حاملوش، كاين يعني كاين بزاف ديال الامور. وهاد المسائل اللي هي تربويه هي اللي تخلي انه الشخص تيكون عنده اضطرابات خلقيه اللي هي خايبه. بعض المرات تمشي حتى المعيوس، ما تيبقاش الانسان يحترم حتى ديك الركائز الاخلاقيه ديال رمضان اللي سنها الله وسنها الرسول صلى الله عليه وسلم على اساس باش يكون رمضان ديالو الصوم ديالو غادي مزيان متوازي. زائد فعلا كاين هناك ناس، لان هادو حالات معينين تيكونوا مدمنين. الناس المدمنين هادو طبيعه الحال لابد ان ياخذوا استشاره قبل رمضان من اجل ما يطيحوش في التشنجات وهاد الاضطرابات. يعني المدمنين اغلبيه هما تيكون عندهم هاد يعني التعصب سميتو في رمضان. اما انسان تيكون مدمن على الكارو او على المخدرات او على حتى لي جو داكشي ديال الالكترونيك. ما تخرجوا، ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا